اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فبينك وبين كل إنسان يسير على وجه الأرض مهما اختلف لونه وجنسه ودينه واعتقاده وتصوره وأحواله ولسانه ولونه، مهما اختلف فبينك وبينه رحم. كلكم لآدم وآدم من تراب، فتذكر هذا الرحم، لأن الله يسألك على صلة الرحم. فإياك أن تظلم أحد، الظلم ظلمات يوم القيامة. اتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا، لأن الكافر عبد لله أيضا وأنت عبد لله، كما أنه خلقك وخلق المؤمن خلق الكافر، كما أنه رزق المؤمن رزق الكافر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. والكافر خلقه الله سبحانه وتعالى حتى يظهر عدله فيه، والمؤمن خلقه الله ليظهر فضله، لأن كرم الله يقتضي التفضل، والله لا يتفضل إلا على مؤمن، وعدل الله يقتضي ألا يظلم أحد. فخلق خلقا محلا لعدله وهم الكفار، وخلق خلقا محلا لفضله وهم المؤمنون. ولا يظلم ربك أحد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فكلامك محسوب مقيد، قولوا قولا سديدا، لأنك لو لم تقل قولا سديدا دون عليك في صحيفة سيئاتك فتسأل عن قولك. وإذا خرج القول صار موجة تصير في الأكوان، تسعى الأكوان كلها. القول ليس أمر هين، تقول القول يسمعك من في آخر الدنيا في لحظتك. وهذا الكلام كان غير متصور، ولكن الآن تصورنا بعدما اخترع المخترعون الوسائل التي تلتقط الصوت الذي خرج. فلما صنعوا مثل هذه الأجهزة أصبحت تتكلم وأنت في مصر، في لحظة كلامك وصل صوتك لأمريكا ولأستراليا ولجميع أقطار الأرض، انتقل فملأ الكون. ولذا يقول النبي سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، تملأان حقيقة، ملأ الكون ولا يضيع. وتظل هذه الموجات موجودة في الأثير إلى يوم القيامة، صوتك بنبرته مسجل عليك. ولذا اتق الله في كل قول لا تستطيع أن تمحوه، إذا خرج منك لا تستطيع أن تمحوه، سجل ويظل هكذا سابحا في الأثير حتى يأتي يوم القيامة يسمعك الله صوتك وكلامك فلا تستطيع أن تنكر، بل ويريك موجات حركتك فيريك صوت وصورة. حياتك كلها يريك صوت وصورة، فموجاتك وهيئتك وهيئة صورتك موجودة في صورة موجات لا تزول، تظل اليوم القيامة. وصوتك وكل ما خرج منك منذ أن ولدت إلى أن تلقى الله يظل موجود. فإذا كان الأمر كذلك فاتق الله في كل ما تقول، قولوا قولا سديدا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإياك من الثرثرة وكثرة الكلام وكثرة الحكاوي وكثرة الكلام على نفسك، وأنا وأنا ورأيت وأحب وهكذا، لا تضيع وقتك كثيرا ولا تقل أنا كثيرا. أنت أصلا ليس لك أنا، أنت موجود به، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فإن ظهر منك كمال فهو منه، لأنك قائم بكامل وهو رب العالمين. وإن ظهر نقص فمن مرآة العبودية، فمرآة العبودية قد تشوه الكمال، كما أن المرآة إن كانت ملوثة تظهر فيها الصورة ملوثة، ولكن صاحب الصورة ليس ملوثا، المرآة هي الملوثة. فإذا ظهر تلوث في كلام الناس وفي أخبار الناس وفي تصرفات الناس
فاعلم أن التلوث بسبب تلوث مرآة قلوبهم وبسبب عدم ثقة لهذه المرآة بها أدران كثيرة من الطمع ومن الهوى ومن الأنانية ومن الحرص ومن العجلة ومن الكراهية ومن حب الانتقام وحب الظهور والحرص، كل ذلك يشوه ما فيك من كمالات. إن تخلصت من ذلك كملت، كمل من الرجال كثير، كمل من الرجال كثير، فتنطبع فيك صور الكمالات. فما بكم من نعمة فمن الله، أما ما أصابك من سيئة فمن نفسك بسبب سوء مرآة قلبك الذي بيّن الحقائق الكاملة الجميلة الجليلة، بيّنها في صورة مشوهة ناقصة. فإياك أن تكون مظهرا للنقص، بل كن مظهرا للكمال خلف أكمل مرآة خلقها الله، وهي مرآة قلب حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، مجل الكمالات الإلهية الأعظم. ولذا من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعني، ولكن الناس لا يعدون الكلام، يقول لك كلام، كلام أهوي، كلام وينفض. هو الكلام بفلوس؟ لا، صار بفلوس. أمال أنت تدفع إيه على المحمول كل شهر دم قلبك، وكل ده بالكلام. صار حتى الكلام بفلوس، فصرت في زمان تحاسب فيه على كلامك بأموالك، حتى تتعظ أيها الإنسان أنك سوف تحاسب على كلامك يوم القيامة، ولكن تدفع منه بحسناتك فتفقدها. ولذا قولوا قولا سديدا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقلل كلامك فيما لا يعنيك، وقلل كلامك في بيان فضائلك للناس، لأن الفضائل ليست نابعة منك، بل هي انطباع كمالات الذي قام بك وهو الله. وما بكم من نعمة فمن الله. ولذا لا تقل أنا، بل قل هذا فضل الله، هذا من فضل الله، فكل كمال ظهر منك استوجب شكرا وخضوعا، لا كبرا وشعور بأنك من أهل الخصوص. فالذي يخصص ويجتبي ويصطفي هو الله، فإياك أن تتكلم كثيرا عن نفسك، انشغل بما أقامك الله فيه، ولا تمدح نفسك كثيرا، كل ذلك مسجل عليك، كل ذلك مسجل عليك. الذين يزكون أنفسهم، يقول الله عليهم انظر كيف يفترون على الله الكذب، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى بالكذب بهتان مبين. فلا تقل أنا، حبيبك أفضل الخلق وأكمل الخلق كان لا يتكلم كثيرا عن نفسه، بل ترك القرآن والذي يتكلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وترك المدحين يمدحونه صلى الله عليه وسلم، وهو كان ينتشي ويحب المدح، لأنه إذا سمع المدح لا ينسبه لنفسه، بل يرى فضل الله عليه فيستوجب منه شكرا أكثر وإقبالا على الله أكثر. أما الذي يكون محجوما بهوى نفسه إذا سمع المدح تكبر، ولذا نهى النبي أن نمدح الإنسان في وجهه، لأنه ربما لا يكون مزكي قلبه فيأتيه الكبر والغرور. فهناك من يزيده المدح قربا إلى الله، وهناك من يزيده المدح بعدا عن الله، فالكل على حسب مرآة قلبه. فالنبي كان إذا مدح علم فضل الله عليه، فخضع أكثر لمولاه، واستشعر أنه استوجب له شكر زائد. ولذا أقام الليل حتى تفطرت قدماه، أي تورمت قدماه، فقالوا له يا رسول الله أو تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكلما من الله عليك بنعمة استوجبت شكر، وكلما شكرت على النعمة، الشكر على النعمة نعمة، استوجب الشكر شكر، وهكذا إلى ما لا نهاية، حتى تقول كما قالت الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، حتى تقول كما قال الحبيب وهو أعبد الخلق لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فتصل إلى العجز عن الشكر، فلا تشكره إلا به، وإياك أن تشكره بنفسك، فكيف يشكر الذليل العزيز، وكيف يشكر الفقير الغني، وكيف يشكر العاجز القادر؟ لا سبيل إلا أن يشكره به لا بنفسه. ف
فاشكر ربك بربك وانسب كل فضل فيك إلى الله، وإياك أن تتعالى على خلق الله بنعم الله عليك، وإلا حجبت بذلك كله، والكل مسجل والكل مدون صوت وصورة ولا يفنى، موجود درجة في الخيال العلمي، وهم يريدون أن يحققوه، يريدون أن يصوروا حتى الأزمنة الماضية لأن ما زالت أحداثها موجودة في سورة موجات، يريدون أن يخترعوا أجهزة تصوير تصور الأحداث من 10 سنين ومن 20 سنة ومن 100 سنة ومن 300 سنة، لأن كل هذه الموجات موجودة ولكن تدخلت معها موجات أحدث أخرى، فكيف تستحدث جهازا يستخلص الموجات التي تريدها في زمانها وتستخلص عنها كل الموجات والمشوشات التي تدخلت فيها حتى تظهر صوت وصورة فتسمع كل ما كانت من أحداث الماضي، تراها أمامك كما ترى فيلم في شاشة السينما، كل ذلك متصور في العلم، لأنهم أدركوا أن هذه الأحداث كلها ما زالت مدونة وما زالت موجودة وما زالت سابحة، فإياك أن تسجل على نفسك ما تستحي منه يوم القيامة، سواء كانت أفعال أو كلام أو تصرفات أو حتى ظن، إن بعض الظن إثم، فإياك أن تظن السوء في أحد، إياك اتهم نفسك ولا تتهم غيرك، وهناك من يرى أنه مصيب باستمرار مهما أخطأ هو مصيب، لكن الناس هي اللي مش فهماه، العيب في الناس، في ناس هذه العقلية، هذه العقلية لا تنصلح أبدا ولا تتغير أبدا، تظل معيبة فيها إلى يوم القيامة لأنها لا ترى نفسها فيها نقص، مهما أخطأ هو عنده مسوغات لهذا الخطأ ويقول أنت لو كنت مكاني كنت تصرفت هذا، لا يعترف أبدا أنه أخطأ، وهذه النوعية لا تتعظ بوعظ وواعظ ولا تستفيد بقراءة قرآن ولا بتسبيح ولا بورد ولا بتصوف ولا بصيام، ولا لأنها ترى أنها كاملة في كل موقف وعندها مسوغ لكل نقص فعلته، لو كنت مكاني لكنت فعلت كذا، أنا لا أخطئ. هذه النوعية تعيش بيننا، منهم رجال كثيرين ونساء كثيرات، وهي سبب للفشل الذي يحدث في العلاقات الاجتماعية بيننا وبين بعضنا البعض، فقد تكون سببا في الطلاق إن كانت موجودة في رجل مع زوجته أو في زوجة مع زوجها، وفشل في العمل إن كانت في علاقتك مع زملائك ورؤسائك، وفشل في الحياة إن كانت في علاقتك مع جيرانك ومع نشاطك في دنيتك، وبالتالي اتهم نفسك ولا تبرئ نفسك، اتهم نفسك أنك أنت الذي كنت مخطئا واعترف بخطئك، فإن الاعتراف بالخطأ والاعتراف بالذنب بداية غفران الذنب، ولذا سيل الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت، أبوء بذنبي، شوف أبوء بذنبي فاغفر لي، لابد أن تعترف أولا أن لك ذنب حتى يغفر، لكن هذه الشخصية لا تعترف أنها لا ذنب لها، فمحال أن يغفر لها ولو قالت أستغفر الله في اليوم 10,000 مرة، لأن هي تستغفر الله بسبب خطأ الناس في حقها لا بسبب خطأها هي، فهي ترى أنها فوق الناس، تستعيذ بالله، تستعيذ بالله لا من شر نفسها بل تستعيذ من شر الناس الذي يأتيها من قبل الناس، هي فوق الناس. هذه الشخصية كثيرة جدا بيننا، وهذه الشخصية معجونة بشخصية إبليس، إن إبليس لا يرى نفسه مخطئ، يبرر أخطاءه بأشياء كثيرة حتى يقول لما أغويتني، فينسب الغواية إلى الله، إساءة أدب، لكن أبونا آدم قال ظلمت نفسي فاغفر لي، فرق كبير، بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فنسب الغواية إلى مولاه، والله لا يغوي أحد سبحانه وتعالى، فأساء الأدب من الأول لأنه لا يريد أن يتهم نفسه، فلما لم يرد أن يتهم نفسه لم يصلح نفسه، فكل من فيه هذه الخاصية إبليس يسير بيننا، فإياك أن تكون إبليسا بين المسلمين، اتهم نفسك، إن بعض الظن إثم، تظن في الناس الإثم والإثم فيك، فالناس مرآتك، فإن رأيت فيهم نقص فالنقص فيك، لو كنت كاملا لرأيت الكمال فيهم ولا أعذرتهم،
ولا قبلت عذرهم ولا نظرت الكمال فيهم، لأن كل مقهور تحت قدر الله فيه. وبالتالي تنظر إلى الخلق بالإعذار وتنظر لنفسك باللوم لتكملها. ولذا أقسم الله بالنفس اللوامة التي تلوم نفسها لتصلح نفسها، ولكن هذه الشخصية تلوم غيرها ولا تلوم نفسها، وبالتالي لا ينصلح حالها أبدا، وتظل مهما أقبلت في عبادة لا ينير في قلبها أنوار الترقي. فاحذر ذلك، احذر ذلك جيدا، فهذا من القواطع والقواسم في الطريق إلى الله. قولوا قولا سديدا، كل قولك وعملك مدون، فانظر لنفسك بالنقص لتكملها وبالعجز لتقدرها. تحقق بوصفك يغطيك بوصفه، تحقق بضعفك يقدرك، بجهلك يعلمك، بتقصيرك يغفر لك، بعيبك يسترك. إذا تحققت بذلك واعترفت أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب، أبوء، انظر سيب الاستغفار، لابد أن تعترف كنت مقصرا كنت مخطئا، لا أفعل ذلك بعد اليوم. لكن هناك لا يقول أبدا، لا يقول أبدا ويعترف بتقصيره، أنتم المخطئون في حقي، أنتم الذين تعاملونني المعاملة السيئة، وأنتم وأنتم لا تفهمونني، لو كان هناك اثنان مثلي في الكون لانصلح. هذا كلام كأنه على لسان إبليس، كأن إبليس يتكلم. ولكن اتهم نفسك، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أقسم الله بالنفس اللوامة التي تلوم نفسها لتكتمل حتى ترتقي إلى النفس الراضية والمرضية والمطمئنة فالكاملة فالملهمة. والذي يمنعك من هذا الترقي هو أنك لا تلوم نفسك، بل تلوم الخلائق ولا تلوم نفسك.